ويا مساء الخير من حي الحمراء وتحديدا طريق الأندلس خلف مطعم بورص اسكندر. تغطيتنا لهذا اليوم حتكون للمطعم الهندي أشار، وكمان حنقدم لكم خصم 15%. وهذا المطعم من الداخل، بداية عندنا هنا الدور الأرضي مخصصينه للأفراد، ومنطقة العوائل موجودة بالدور العلوي، والحلو كمان إنه يوفر الخصوصية بشكل كامل في الجلسات. زي ما انتم شايفين يقفلوا لكم الجلسات بهذه الطريقة. وبدأت تنزل هنا المقبلات، عندكم هنا طبق مسالة فرايز. سلام يا سلام. وقبل ما نعرفكم على تشكيلة الأطباق الجميلة اللي نزلت، جبنا لكم خصم 15%. صوروا سناب الجاية وعليكم بالعافية. بداية عندنا هنا دجاج منشوريا، وهذه المشاوي المشكلة على الطريقة الهندية، وعندكم هنا جمبري 65 بالإضافة لمسالة كباب لحم، وعندكم هنا مسالة دجاج بالإضافة إلى جمبري بالزبدة، وهذه السمبوسة بالبطاطس على الطريقة الهندية، سلطة خضراء بالإضافة لنوعين من خبز النان، عندكم هنا بالجبنة وهذا بالفلفل. سلام سلام. وهذا طبق برياني أشار الخاص، يجي هنا ميكس لحم ودجاج وجمبري. سلام يا سلام. ونظبط المسائل هنا بالبصل والبقدونس. سلام يا سلام. اللي يميز مطعم أشار انهم بيقدموا تشكيلة كبيرة من الأطباق من الريف الهندي. نقول بسم الله وندخل هنا في جمبري 65. ما في شيء نكمل. سلام يا سلام. ونروح كمان على البرياني. سلام سلام. وبعد ما استمتعنا بالأطباق، نزلت هنا تشكيلة من الحلويات، عندكم هنا كالا جامون بالإضافة الملاي جامون وزايكا شاي.